الواقع اللي وقعت يوم الخميس ديال واحد الاشخاص اللي كانوا في واحد البيت تيمشيو على واحد الكنز حسب ما يروج بمركز مولاي عبد الانوار، وتوفى واحد الشخص داخل واحد الغار. اذا الاخ ديالو هو اللي مشى علم الدرك الملكي، لان قال لهم خويا راه سمعت واحد الغوثه كاين وكاين، وحنا راه تقريبا واحد 6 ولا 7 اشهر وحنا خدامين تما كاين من اجل باش يجبدوا واحد الكنز. كانوا 3 ديال الاشخاص، توفى واحد وبقاو جوج. صاحبة البيت نفات بان استناد الناس بان راه هي دايره واحد اليد معاهم، ولكن غير كانت كاريه لهم، وجبدوا واحد التراب وجاوا البومبيه وخرجوا السيد الميت من داخل واحد الغار ديال هذاك الشيء. ولكن الاخ ديالو تيصرح بانه سمع واحد الغوثه ديال خوه من تما، ما بقى سمع ما لي حتى شي حاجه، هو اللي كان تيباطلي في التراب وتيهزو باش كيخرجوا. جاوا البومبيه خرجوا السيد الميت من عين المكان. لا لا، هما جاوا لي بكري، خرجوا بكري، ما كانش حاضر له حتى شي واحد، غير من ادعت الهضره وكل شيء كتعرفوا، بعده اشخاص قالوا بان الناس راه كانوا تيخدموا في الكنوز. اشياء كثيره ما غاديش تقدر تعرفها، لان مولاي عبد الله معروف بالكنوز. اذا لا عندهم شي علم او عندهم شي وثيقه راه جاو باش بغا يجبدوا هذاك الشيء الكنز، ولكن كان المصير ديالو الموت. لا راه هما تقريبا 6 شهور، ماشي غير في الفتره ديال الموسم، ما ينايز عن 6 شهور، لانه حسب اللي تيقول بان راه يمشي لواحد الغار طويل باش يمشي لواحد الاتجاه الاخر، بحال غيديروا مثلا واحد المدخل كبير باش يمشيو لذاك الاتجاه فين كاين هذاك الكنز، لان اللي تيقولوا بان ديك البلاصه اللي كانوا باغيين يمشيها قدام مقهى عين فيق مقهى فطر عبد الله. ولكن تقريبا هذيك من هذيك الدار لهذيك البلاصه اللي غنمشيو فيها تقريبا راه فيها شي 500 متر باش غاديين يوصلوا لعين المكان، ما كتكونش في تما كاين، وهذيك البلاصه غير خاويه، هذوك الديور كلهم غير خاويين، ما ساكن فيهم حتى شي واحد، كاين غير فران هو اللي كاين تما كاين، لان كاين غير الورثه ديالهم كلهم مهاجرين من جماعه ملعب. لا الكلام اللي يروج دابا داخل المركز بان الناس كانوا تيهبجوا في الكنوز، وان هذاك السيد قرب لهذاك الكنز وتضرب من طرف الجن او من طرف شي حاجه وتوفى، والاخ ديالو هو اللي سمع الغوثه ديالو. ما عمره غادي ياثر على السياحه، وما عمر مركز مولاي عبد الله، وما عمر الموسم ديال مولاي عبد الله غياثر عليه شي حاجه. مركز مولاي عبد الله معروف بالموسم ديالو تاريخيا، والموسم اللي كتجي ليه الاف ديال الزوار، وهو موسم ديني وثقافي ابا عن جد، والموسم غادي يبقى هو الموسم ابا من ابا وكريه من كريه، بالتفاوريده ديالو وبالثقافه ديالو وبالدروس الدينيه ديالو وبالسهرات ديالو، وهذاك الشيء يعني احنا كابناء المنطقه غادي كنشوفوا في الموسم تيتطور، وكنشوف في الزوار كيتزادوا سنويا، وكنشكروا حتى المجلس القروي اللي قايم بالواجب ديالو، والحمد لله الجماعه ديال مولاي عبد الله غادا من الحسن، من الاحسن الى حسن، وغادا يعني غادا في التطور. المصير ديال الدار هذاك راه ورد ديال الورثه، غادي يبقى هو هو وغيبقى ديال الورثه، ما يمكنش شي واحد راه ياخذوا لهم. ما عدا تقدر تدخل الدوله وتشوف شنو كاين تما كاين، ولكن هذيك الدار راهي قديمه بزاف. مني كنعقلوا انا راه دابا 49 عام، تنعقل بان دار سي الحسن راه قديمه، ودازوا فيها فقهاء وعلماء تعلموا في هذيك الدار تما كاين.